هل هي صحوة حصلت بين الطرفين طهران والرياض فجأة الآن؟ يعني هي من سنة تقريبا يريدون أن يطبعوا العلاقات وتعود الأمور بشكل طبيعي، مش عجب؟ خاصة إذا ذكرنا كلام السيد مبارك، هناك أزمة ثقة بين الطرفين. نعم أكيد. يعني ممكن نشبه العلاقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 1979 بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والكتلة الغربية. هنا نفس الشيء، الأيديولوجيات تتناقض. المملكة العربية السعودية ليس لديها استراتيجية للتوسع ولا لبناء دولة إسلامية عالمية. إيران لديها نظرية ولاية الفقيه التي تؤمن ببناء دولة إسلامية عالمية، الحكومة الإسلامية العالمية، وبالتالي دولة العدل الإلهي. كل هذه النظرية وما يترتب عليها اللحظة اليوم بشكل عملي بعد أكثر من 41 عام من انتصار الثورة في إيران، حرب في اليمن، أزمات وحروب في لبنان، حرب مدمرة في سوريا، حرب في العراق من 2003 اليوم، عبر الدور الإيراني الخطير والكتائب المسلحة وغيرها من التفاصيل. إيران أنفقت 800 مليار دولار على صناعة الأسلحة والصواريخ والبرنامج النووي ودعم الحروب الإقليمية. إذن هذه الحرب الباردة، هذا التناقض الأيديولوجي بين إسلام سعودي خليجي أو العالم الإسلامي عموما، ممكن نسميه إسلام معتدل، وبين إسلام متطرف راديكالي يعني يؤمن بالحرب. نتذكر الكتائب المسلحة في البحرين، هناك وثيقة أنا أتذكر اطلعت عليها في مجلس النواب البحريني من 500 صفحة حول اغتيال أو محاولة اغتيال الدبلوماسيين، مسألة الأنشطة للميليشيات والكتائب، تطوير تنظيمات مسلحة سرية، الدعم بالأسلحة، دفعة إيران، حتى منظمات عراقية متطرفة أن تدعم بالأسلحة بعض المنظمات المتطرفة في البحرين. هذا يشكل خرق لمسألة جدا جوهرية. إيران لا تؤمن، أو إذا آمنت هي لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة، لا تحترم المبدأ الذي يؤكد على أهمية عدم التدخل بالشؤون السيادية للدول. إيران تتدخل على اعتبار أن هذا التدخل جزء من رسالتها السماوية، هي تعتبر أن لديها رسالة سماوية من الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد هذه الجولات المختلفة من المباحثات دكتور غازي، يعني هل تقتنع إيران بما تؤكد عليه السعودية مرارا وتكرارا، وهو ضرورة التعاطي من قبل إيران مع الملفات العربية من الرؤية العربية، ليس فقط رؤية طهران وتوسعها في المنطقة؟ بالضبط. لهذا السبب أنا أقول دائما على إيران أولا أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة، تحترم القانون الدولي الإنساني، تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن هي في الأساس عضو في الأمم المتحدة. لا يجوز أن نكون أعضاء في الأمم المتحدة وننتهك مواثيقها وقراراتها واتفاقياتها الدولية، لكن هذا موجود من أكثر ما من هذا موجود ليس فقط في إيران، هناك أيضا دول عربية أيضا موجودة في هذا الشيء. ولكن سيد غازي، هذا خلل في طبيعة العلاقة. هناك نقطة أريد أن أوجهها إلى قبل أن ننتقل إلى ضيوفنا في الرياض وفي طهران. أنت عزوت الخلاف بين طهران والرياض إلى خلاف أيديولوجي تطور لاحقا، ولكن قد تأتي وجهة نظر أخرى تقول لك لا، بدليل أن طهران ولاية الفقيه تدعم الإخوان المسلمين في فلسطين ولكنها لا تؤيد الإخوان المسلمين في تركيا، بالتالي القضية هي ليست قضية أيديولوجية بقدر ما هي رؤية نابعة من الوعي الجمعي الإيراني للتوسع، وبالتالي بزوغ الإمبراطورية مصالح إيران الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط تتطلب دعم حماس، وحماس أصبحت منظمة. إذن القضية ليست أيديولوجية. أيديولوجية. اليوم حماس هي جزء من العقل والثقافة نعم هم سنة، لكن هم جزء من الاستراتيجية أو جزء من الأجندة الإيرانية لولاية الفقيه في منطقة الشرق الأوسط. بالنهاية هم يحصلون على الصواريخ والأسلحة والدعم المادي، إذن هم جزء من هذه الأجندة الاستراتيجية لإيران. هذا بالنسبة لإيران مهم جدا، لأن قضية فلسطين بالنسبة لإيران تعتبر القضية رقم واحد.
فحماس تؤدي وظيفة جدا مهمة لخدمة الاستراتيجية الإيرانية، مثل ما التنظيمات الراديكالية اللي موجودة مثلا في لبنان أو في غيرها من المناطق. يعني ليس بالضرورة أن، وأيضا لإيران علاقات وثيقة مع الإخوان المسلمين في مصر، يعني هي ليس ضد الإخوان المسلمين، يعني لديها علاقات مع الإخوان المسلمين، لكن تختلف يعني اتجاهاتها. نذكر أن أصل نظرية الحاكمية لله اللي هي أصلا في الأساس أخذها الإمام خميني وبنى على أساسها نظرية ولاية الفقيه.